مش عارف اقول ايه والله. المستقبل ما بقاش باين له اي ملامح، كل الخطط بخ. خطط ايه ده؟ انا بقيت مش عارف اللي هيحصل كمان نص ساعة. الشغل وقف والمواعيد اتكنسلت والسفر اتلغى، وانا بقيت قاعد في البيت بعد ما كنت بخطط وتكتك وحوش. بقيت قاعد عمال اسأل نفسي، هو الساعة 1 بالليل بيسموها الواحدة صباحا ليه؟ والساعة 1 الظهر بيسموها الواحدة مساء ليه؟ ايه ده؟ بقالي نص ساعة في صباع محشي. سبحان الله، التفكير كله اتغير في يوم وليلة، من واحد عايز ينجح ويعمل فلوس ويسافر ويتفسح لواحد قمة طموحه انه يبقى من ضمن الناس اللي هتعيش لحد ما الأزمة دي تعدي. زمان لما كنت بشوف رجل الأعمال الغني ده بقول ربنا يبارك له طبعا، بس هو أحسن مني في إيه عشان يبقى عنده الفلوس دي كلها وأنا ما عنديش؟ بيعرف يعمل إيه أنا ما بعرفش أعمله؟ كلنا عارفين الحقد الطبقي اللطيف ده اللي عند الناس كلها، والمفروض إن هو اللي بيديهم دافع عشان يطوروا نفسهم. واحد نفسه يبقى مشهور والتاني نفسه يبقى ملياردير، وعشان نبقى زيهم بنبدأ نسألهم السؤال الجوهري، عملتوا إيه عشان توصلوا كده؟ فبيبدأ كل واحد فيهم يحكي لنا قصة كفاحه وازاي سهر الليالي وتعب واجتهد عشان يبني نفسه واسمه او يبني الكيان اللي بيدخل له ملايين. ومش بعيد كمان تلاقي الشخص ده بياخد من الناس فلوس عشان ينقل لهم خبرته ويساعدهم ينجحوا زيه، بس المحبط في الاخر ان محدش من اللي هو نقل لهم خبرته نجح زيه ولا ربع نجاحه حتى. وهنا ظهر السؤال الاهم، هل فعلا الشخص الناجح ده عنده القدرة انه يخلي حد تاني ناجح زيه فعشان كده بنلجأ له؟ طب اذا كان كده، ليه رجل الاعمال الناجح ده ما خلاش صحابه كلهم عندهم كيانات دخل ملايين زيه لو الموضوع خطوات بينقلها؟ ازاي لعيب الكوره العالمي معرفش يطلع ابنه لعيب كوره عالمي زيه، وبقول زيه من حيث الشهره والنجاح، لان طبيعي كل لعيب كوره بيحاول يطلع ابنه لعيب كوره، بس مين بينجح زي ابوه؟ دي بتبقى حالات قليله جدا بتدل ان الموضوع ما كانش في ايد الاب. زيدان مثلا مدرب ريال مدريد ومصنف من احسن المدربين على مستوى العالم، يعني المفروض يخلي المكسح لعيب. ابنه انزو زيدان بيلعب كوره بس ما تعرفش بيلعب فين اساسا، وفي ناس ما تعرفش ان زيدان عنده عيال اصلا. فلما لقيتهم مش عارفين ينقلوا النجاح ده قلت اكيد عشان الشخص الناجح ده عنده حاجة بتميزه مش عند أي حد تاني، وصعب ينقلها لأن دي بتبقى موهبة أو كاريزما أو ذكاء، عنده حاجة مختلفة مش عند باقي الناس وهي السبب في نجاحه الرهيب ده. بس لا، برضه مش صح، مش شرط الملياردير ده يبقى هو الأذكى اقتصاديا بين الناس والأحرص على فلوسه وعنده رؤية ثاقبة هي اللي وصلته لكده، ولا المغني الأشهر في البلد هو أحسن صوت فعلا، ولا لعيب الكرة العالمي وصل للعالمية عشان هو كان أحرف واحد وسط أصحابه وهم صغيرين. تفتكر مشهور السوشيال ميديا اللي اتشهر بمحتوى تافه جدا ده اتشهر عشان هو أتفه واحد فعلا ومفيش اتفه منه؟ طيب يعني ولا قادرين ينقلوا النجاح ده لحد، ولا هم وصلوا لكده عشان هم الاشطر في مجالهم، بس يبقى اكيد كل واحد فيهم تعب واجتهد على نفسه عشان يوصل اللي هو فيه، ودي الزتونه اللي انا جاي اقول انها زتونه كذب. زمان كنت فاكر ان الاغنى بقى الاغنى لانه الاشطر، والاشهر بقى الاشهر لانه تعب واجتهد اكتر، وده اللي طلع مش حقيقي بربع جنيه. ناس كتير بتجتهد وبتسعى اكتر مليون مره من الناس اللي انت شايفهم ناجحين ومشهورين، ناس اذكى وموهوبين اكتر وما وصلوش لربع اللي ناس تانيين اقل منهم 100 مره وصلوا له. فتأكدت ان الظروف المحيطة هي العامل الاساسي في اي مكان اي حد هيوصل لها. وخلينا نبدل كلمة الظروف دي بارادة وحكمة ربنا. ارادة وحكمة ربنا بس هي اللي خلت فلان غني وفلان مش غني، فلان مشهور وفلان مش مشهور. طبعا بتكلم عن مجموعة الناس اللي بتجتهد وبتسعى وبتاخد بالاسباب صح، فلما بلاقي حد فيهم عايش في دور قارون ما برتاحلوش، اللي طلع يقول للناس انما اوتيته على علم عندي، شايفين النجاح والشهرة والملايين ده بعلمي، ده بشطارتي واجتهادي. عايز يوصل للناس ان اللي هو وصل له ده عشان هو ما حصلش ومحدش تعب زيه. وطبعا لازم وسط كلامه كده تلاقيه بيقول وكله بكرم ربنا كدباجه، يعني عشان محدش يقول عليه مغرور، انما بيحكي لنا قصته الشخصيه كانه مثال نعمل زيه فننجح زيه، مع ان مفيش حاجه في الدنيا اسمها نجاح. هو في حد بينجح وسط الامتحان؟ النجاح ده لما اروح عند ربنا والاقي نفسي داخل الجنه ابقى نجحت، انما من يوم ما اتولدت لحد ما اموت ده اسمه اختبار. كلنا بنسعى وكلنا بنجتهد، وكل مجال ليه علومه الخاصه بيه اللي ممكن اتعلمها من مصادرها. عايز ابقى رجل اعمال بدرس تجاره واقتصاد، عايز ابقى لعيب كوره بروح مدرسه كوره، عايز امثل بروح ادرس تمثيل، وبجرب واخسر واطور نفسي واجرب تاني يمكن ربنا يوفقني. ولو وصلت لاي مرحله من الغنى او الشهره ده ما يبقاش اسمه نجاح، ده يبقى اسمه اختبار جديد. الغني والمشهور ولعيب الكوره ده اختبار وكده، ربنا هيئ له مجموعه لا نهائيه من الاسباب والحكم الربانيه اللي لو كان وقف على شعر راسه ما كانش هيقدر يعمل 1% منها عشان يختبره هيعمل ايه وهو غني. هيتقي الله وهيساعد الناس ولا هيفجر بفلوسه ويفسد في الارض؟ هيقول هذا من فضل ربي ولا هيقول انما اوتيته على علم عندي؟ ده
تعبي وشقايا. وعلى فكرة ده اختبار صعب جدا، ان الدنيا تبقى تحت رجلك وتقول لها لا، اصعب بكتير من اختبار اللي تعب وسعى وما بقاش غني ولا مشهور وربنا بيختبره هيعمل ايه في الظروف الصعبة، هيرضى ولا هيعترض. المهم ان القاعدة واحدة، كلها اختبارات، والنجاح والفشل عمرهم ما بيكونوا ساعة الاختبار، انما كلنا بنسعى وبنحاول وبناخد بالاسباب، فبنوصل لصور مختلفة ان الحياة هي صور الاختبارات بتاعتنا. وفي اي اختبار فيهم عمر ما كان المستقبل مضمون، عشان نقول ان الازمة دلوقتي هي اللي خلت المستقبل مش مضمون. مهما كان تخطيطك فهو بدون ارادة وحكمة ربنا صفر على الشمال. ودينا شايفين حتة فيروس خلى دول ورجال اعمال خايفين يفلسوا، مش موظف بيقبض شهر بشهره. فالصورة الغلط اللي دايما كانوا بيحاولوا يزرعوها ان هم اللي في ايديهم طريقة النجاح، وان هم اللي متحكمين في ارزاق باقي الناس عن طريق مشاريعهم العملاقة، هي اللي خلتنا افهم ان لما الشركة قفلت او مشوني عشان يقللوا العمالة، فدي تبقى بالنسبة لي نهاية العالم وخلاص مش هلاقي اكل. مع ان لا خالص، بالعكس، مش بعيد بعد الازمة دي تلاقي صاحب الشركة اللي كنت شغال فيها هو اللي شغال عندك. انا لسه هسيب نفسي تاني للشيطان يقول لي هتموت وهتجوع، كأن قبل كده كان ضامن لي اني مش هموت ولا هجوع؟ مستقبل في ايد ربنا، اقلق منه ليه؟ الآية بتقول بسم الله الرحمن الرحيم، وفي السماء رزقكم وما توعدون، فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. كل اللي عليا اني ادور واسعى واشوف حلول للظروف، وانا متأكد ان اي حاجة هوصل لها سواء قمة الغنى او قمة الفقر فهو ده الامتحان، فالمهم الدرجة مش اكتر، وان حياتي لو عبارة عن قصة فالاهم من تفاصيل القصة نهاية.